دفعتك معلقة حاليا لأنك لم تثبت صحة عنوانك. الرسالة دي بتظهر لك أول لما بيتبعت لك البين كود على البريد، وهتتشال أول لما بتكتب البين كود المكون من 6 أرقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة مهم جدا عن مشكلة وصول البين كود، ودي تعتبر من أكبر المشاكل اللي بتواجه بعض الأشخاص بعد قبول قناتهم في تحقيق الربح، بس بإذن الله بعد الفيديو ده مش هتعتبر مشكلة خالص بالنسبة لك. هتتعرف في الفيديو ده على كل حاجة تخص البين كود وازاي يوصلك لحد باب بيتك بأسرع وقت، ودي تجربتي مرتين، مرة مع القناة بتاعتي ومرة مع الموقع، وصلني البين كود في أسرع وقت من غير أي مشاكل. أولا، ايه هو البين كود وازاي أطلبه؟ البين كود هو رقم سري مكون من 6 أرقام شركة جوجل أدسنس بتبعته لك عن طريق البريد على عنوانك اللي انت كتبته لإثبات صحة عنوانك، وعشان يتأكدوا من صحة المعلومات اللي انت كتبتها في حسابك على أدسنس، وما بتقدرش تستلم أرباحك إلا لما تكتب الرقم السري المكون من 6 أرقام في حسابك في أدسنس. طب واحد يسألني دلوقتي، أنا قناتي اتقبلت في تحقيق الربح بس مش عارف أطلب البين كود إزاي؟ البين كود ده ما بيتطلبش، انت أول لما قناتك بتتقبل في الربح وبتبدأ تتحاسب الأرباح، أول لما توصل $10 في حسابك في أدسنس، تلقائي جوجل أدسنس هتبعت لك البين كود على المعلومات اللي انت بتبقى مدخلها اللي هو مكتب البريد، وبيبقى جاي لك بالشكل ده كده في الصفحة الرئيسية إثبات صحة عنوان إرسال الفواتير، وبيبقى جايب لك هنا التاريخ اللي هو يقول لك إيه، تم إرسال رقم تعريف شخصي بالبريد في 13 مايو على حسب التاريخ اللي هو هيترسل لك فيه، تمام. وأما بتضغط على تحقق هنا تبدأ إن انت تكتب هنا الرقم السري بتاعك المكون من 6 أرقام. وخلي بالك في حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، ما تكتبش هنا اي 6 أرقام وخلاص، لازم تتأكد من الأرقام اللي انت هتكتبها هنا اللي هي تبقى موجودة في البين كود، لان لو كتبت الـ6 أرقام دول بشكل خطأ 3 مرات حسابك هيتوقف، تمام. وبعد كده بتقدر ان انت تطلب البين كود ده بعد ما بيترسل لك، يعني مثلا لو بعت لك البين كود يوم 1 في الشهر، يوم 1/5/2021، بتقدر ان انت تطلبه بعديها بـ21 يوم، هتلاقي عندك كده نورت زي عندي كده، وبتبدأ ان انت تدوس عليها اعادة ارسال رقم التعريف الشخصي فبيتبعت لك تاني، وكده انت طلبته تاني. تقدر ان انت تطلب البين كود 3 مرات، يعني بعد ما بيعدي 21 يوم من اول مرة تطلبه كده انت طلبته مرة، بعد كده بيبقى قدامك مرتين كمان، يعني 3 مرات بتقدر ان انت تطلب بيهم البين كود. نيجي بقى هنا للحاجة المهمة واللي تخلي البين كود يوصلك لحد باب بيتك، ودي تجربتي مرتين، في المرتين في نفس الميعاد بيوصلني لحد باب البيت بكل سهولة. طب هنعمل ايه؟ هندخل دلوقتي نعدل على المعلومات اللي مكتوبة في حسابنا، وهنضيف حاجة بسيطة هتسهل وصول البين كود لينا. هتدخل على الدفعات، بعد كده تنزل تحت على الإعدادات هنا كده، تيجي تضغط على إدارة الإعدادات، بعد كده تنزل هتلاقي هنا الاسم والعنوان، اضغط على العلامة دي كده، هيبدأ عندك يفتح كده عندك الاسم، سطر العنوان الأول، سطر العنوان الثاني، المدينة، المقاطعة، الرمز البريدي، رقم الهاتف. انت طبعا بتبقى كاتب المعلومات دي عندك، فهنا طبعا الاسم بتبقى كاتب اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة. بعد كده سطر العنوان الأول بتكتب أول حاجة اسم الدولة اللي انت عايش فيها، بعد كده بتكتب اسم المحافظة، بعد كده بتكتب اسم الحي او المركز، بعد كده بتنزل على سطر العنوان الثاني، هنا بتبقى كاتب اول حاجة اسم الشارع اللي انت عايش فيه، بعد كده شرطة، رقم العمارة او رقم البيت اللي انت موجود فيه، بعد كده شرطة بتكتب رقم تليفونك، والرقم التليفون دي بقى دي النقطة المهمة اللي بتوصل البين كود ليك بسرعة، لان ساعي البريد او الراجل اللي بيوصل لك البريد اما بيجي يوصل لك على عنوانك مثلا ما عرفش يوصل لك على عنوان انت، بتبقى الجواب اللي جاي من جوجل ادسنس بيبقى مكتوب عليه كل البيانات دي، الاسم والعنوان اللي انت بتبقى كاتبه، وجنب العنوان بتبقى كاتب شرطة كده الرقم التليفون بتاعك عشان ساعي البريد او الراجل ده يقدر ان هو يوصل لك بسهولة، فلما ما بيعرفش يوصل لك على عنوان بيلاقي الرقم مكتوب بيتصل بيه ويقدر ان هو يتواصل معاك بسهولة، وتقدر ان انت تقابله بسهولة والبين كود يوصل لك بسرعة. بعد كده عندك المدينة، وهنا بتكتب نفس اسم الحي او المركز اللي انت كتبته هنا. بعد كده عندك المقاطعة، ودي اللي هي اسم المحافظة، القاهرة مثلا او كفر الشيخ وهكذا. بعد كده الرمز البريدي، بتبدأ تشوف مكتب البريد القريب منك وتشوف الرقم بتاعه وتكتبه، بعد كده الرقم الهاتف بتاعك، وبعد ما بتخلص بتضغط على حفظ. وبعد ما بيوصل لك البين كود ان شاء الله بتيجي هنا بتضغط على تحقق كده، وبتبدأ ان انت تكتب الرقم التعريف اللي انت هتلاقيه في البين كود، بعد كده بتضغط على ارسال، وزي ما قلت لك تتأكد ان انت كاتب الرقم بشكل صحيح، وزي ما انتوا شايفين كده تم اثبات ملكية عنوان ارسال الفواتير، وهتبدأ الرسالة تروح معاك. ولو عملنا ريفرش كده هنلاقي كده ان الرسالة اللي كانت جاية لنا هنا باللون الاحمر اختفت بشكل نهائي، وكده انت اثبتت صحة عنوانك بالبين كود، وتقدر دلوقتي ان انت تستلم ارباحك. وكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى اكون افدتكم، ولو اي حد عايز يسألني على اي استفسار او اي سؤال اكتبولي في التعليقات او ابعتلي على الانستجرام، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.